ننتظر الامر، هو صدر الامر اعتقد من قياده الامن، ننتظر حركه الفوج. الله ييسر ان شاء الله. احنا اللي اهم شيء عندنا بالنسبه لنا احنا موضوع تغيير القطعات، اهم قضيه عندنا بصراحه يعني. هو السيد الوزير اوعد بس انتظر يجي الفوج، احنا ان شاء الله. انا قلت له احنا نحترم كل ارائك، احنا علينا بالاشياء العمليه، ما نريد مثل الفرحاتيه وغيرها بعدين. ان شاء الله. احنا هسه ولدنا راح مو وقت هسه. قنوات رسمية.